السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم روكت ليج. اخيرا الحلقه اللي راحت سويت دوامه الحظ وفاجات ان الدعم قليل يعني، فقررت اني اهدي اللعب شوي يعني وما انزل سلسله كثير. اليوم روكت ليج نزلوا شيء او خلينا نقول شريته قبل ما تروح، اللي هي السوبر، لكن بوريكم اياها الحين وببين شيء اغلبكم ما يلاحظ. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. علامه السياره، علامه تويوتا، ما هي موجوده. لو تشوفون شكل السياره سوبرا جديده شكل مو طبيعي، يعني حتى انا ما كنت عارف شكل سوبرا مره. كتبت جوجل بحث، طلع في اجانب مسمين هذه السياره سوبرا. هل هم روكت ليج او ايبك جيمز ما قدروا يشترون حقوق السياره عشان ينزلون عندهم؟ ما ادري صراحه. فاليوم نلعب بالسوبرا. حد يقول كليك بيت، ما كليك بيت، هذه سوبرا. انت مصدق؟ راح لا تشوف الشكل القديم، لا شوف الشكل الجديد. في شيء بعد، كود فيسل اللي يبغى يشتري اغراض من الايتم شوب. اللامبورجيني موجوده يا شباب، يمكن تلحقون عليها. الهوريكان والكونتاش، الكونتاش الاسطوريه، هذا شكلها اسطوري والله. موقع كايزن اللي يبغى يشتري اغراض روكت ليج، كود فيسل وبارخص الاسعار. اي احد يشتري يرسل لي رقم الطلب حقه في الانستغرام، وباذن الله بسوي سحب بين الاشخاص اللي قاعدين يرسلون لي، وبختار واحد او اثنين او ثلاثه يعوضهم المبلغ كامل، يعوضهم نص المبلغ. طولت عليكم المقدمه، اعتذر. خلونا ندخل في الشامبيون 3 ديفجن 1. بسم الله. العب يا الصوت، الزبده اللون الابيض مع الاسود مع الذهبي، والاسود مع الذهبي كلهم جامدين. يلا يلا بسم الله. واحد من اليوتيوبرز الاجانب يقول السياره رخيصه. الله يستر. اوكي، بدايتها في لاق. هذا ما اتفقنا عليه. روح هدف. يا سلام. ايوه جاب لي جاب لي جاب لي. والله يا لاق يا ساتر. الله يطق اسطوري. الو الو، شوف التليفون قاعد يصير. شوفوا الو. يا رب يستمر علي كذا يا رب. هدف قرايح، والله قرايح يا عمري. يو يو يو، والله كادت. لا يا العيد لا يا العيد، مستحيل هدف. وات سيف وات سيف. طيب طيب اوكي، نخليه يروح اللاق، بس باذن الله اقدر اسوي شيء. تكفى. اي نو شوت، والله اسطوره، اقسم بالله اسطوره. انا ما ادري ايش قاعد يصير بس اوكي امشي. اوكي اوكي اوكي، ايش قاعد تسوي ذا؟ لا 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 يا خوي، والله تحمست. وزنيه السياره ما ادري وش صراحه، بس عجزت. لا لا ما تصدف زي كذا يا عمري يا خوي. امشي استقعد. والله تفهم يا رب، تمشي تمشي تمشي. نزلت نزلت. اي جت اي جت. روح تكفى. يا ساتر، هذا كل شوتاته كذا. لا تكفى، لا لا لا. ايوه ايوه، دبل دبل. يو كلوز كلوز كلوز. يمديك يمديك يمديك، والله يمديك. امشي يا رب. لا لا لا. لا يا اخوي لا، وش دي؟ بسم الله بسم الله بسم الله، انا ما ادري شلون لفت زي كذا. روح يوت. يا ساتر، والله جابها. والله اني احتريك يا اخوي تخش، حرام عليك يا اخي. يعني كل ذا ما طقيته. حلو حلو اللعب. عمي فرفت. لا يجيك لا يجيك. روح يا ساتر. لا يا خوي لا لا لا، نطت كيف جار، ما له داعي والله والله ما له داعي. امشي. لا لا بيصدها بيصدها بيصدها. امشي سجل ما تفجر. امشي. ما تبغى تدخل، ما تبغى. شوف كيف سيارته تعدلت، سبحان الله. شوف كيف، ما ادري هو ذكاء ولا لا، ما ادري والله. خوينا يا كثر ما يحب العارضه، يا كثر ما يحب العارضه الجدار. عمي نروح نبحث مره ثانيه. خلينا نجرب نلعب باللون الابيض نشوف كيف يصير الوضع، هل يصير
افضل ولا لا. هنا اقسم بالله طالع ملامح السياره بشكل اسطوري. بسم الله. يا لاك بدينا. يا اخي اقسم بالله انا صدق ما ادري سالفه اللاك. ما ادري غريب مره. لا اقول بكتلوز ما ادري. سلام تضبطت سبحانه. مالي اليوم حظي يا شباب مخيس والله مخيس. شكلي بلعب ايام اكثر يعني. يمكن تشوفوا جيمين 6 جيم عادي يعني. هلا كرشي من اللعبه. والله انك كرشي من اللعبه حتى يا الهدف. ايوه يا لعيب يا بطل من اول يا اخي من اول. قوينا في الهجوم خرافي بس في الدفاع يعني الى الحين. ان شاء الله ان يسكتني ان شاء الله. تكفى خوي. هذا اللي ما اتفقنا عليه. لا 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 يا خوي. يعني كل جيم ابلع اربع يعني. طريق الى البرونز ون. والله ما ابغى اشوف رانك. ما ابغى اقعد لنهايه الجيم عشان اشوف رانك. خلاص نفس اللي معي قبل شوي. لا ضد الحين. حلو شوف الحين كيف اللعيبه اللي قبل شوي هل هم كويسين ولا لا. لا لا يمديك خوي والله يمديك. مشي يا عمري تفهم. شو وينك؟ والله طول. اوكي خوي نايس شوت يمديك خوي. اوكي بتسيب عشان يتو معك. حلو تكسك. اوكي وتسيب وقريت باس بعد. انت خذ لك باكج كامل تكسك. القم روح يا خوي القم. لا خوينا شكله بيلقمنا هو. يا عمي ما تفوز حتى لو ذا. اوبا. لا يلا شوف التقطيع اللي قاعد يصير. وش ذا؟ لا ما يجيب هدف تكفى. قلب لعيب فجأة. والله قهرني اللاق اقسم بالله. وش ذا يا خوي وش ذا؟ وينه كان كويس قام يجلي. انا جاني لاق اللي ضدنا صار لعيب. كيف نبدا من جديد الحين؟ السلام عليكم. كل اللي صار قبل شوي صراحه يفشل ملقلق حالتي حاله. السياره ما ادري شلون تحس انها نيسان جي تي ار كبادي لكن ما ادري هل هو صدق ولا لا. يا لعيب. يقول في سلوم. ياب الو لك يا عمري يا لعيب يا بطل عطيه يسار. ما عليه تنكست سيارته فجأة. امشي. شوووووت نشت. من العدم تعرفون لي من العدم طلعنا ذي الهجمة ما ادري شلون. حبيبي. والله رحت متأخر انا اسف يا اخوي. عمري. لا والله. No problem my fault. والله رحت متأخر سبة الكتابة. هاي الغبنة والله ضيعتها. والله لا يسوت. لا يا ساتر. والله العظيم لعبة تدمر. انا اسف. يسوي والله ما ادري ودي اطلع لكم محتوى حلو بس محتوى موجود بس اللعب مو موجود. عمري ما يمدي لا يسوت. روح شوت يا لعيب. الحمد لله خير. الحمد لله قدرنا نجيب اهداف. والله شد حيله قام جرجر فيه خلاه ينط كل شوي. استهبال عشان يطلعون بسرعه. هذا اللي ابغاه صراحه. ايوه العيب. والله تمنيت انه يعطيني مناوله بس ماشي. كنت انتظر مناوله والله. لك يا خوي. والله ما معي بوست يعني بس نحاول.
والله اني اسف قريت باس يا ساتر الله شتمها بين الجيم هذيك كل الجيم هذه نيه بنش مع جدار كيف صارت كذا كيف الحين بيحطوني ما لمستها صح اشو ابغى افنش معه والله نبغى افنش جي جي والبليد يعطيكم العافية على المشاهدة ان شاء الله استمتعتوا اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات اشوفكم على خير سلام